ما تخافش على الأهل. أهلا بحضراتكم من جديد، وإحنا بنستعرض كل الكلام اللي بيطلع في أي محاولات للتقليل من جدارة الأهلي بالفوز بالبطولة. تسمع بقى كلام كتير على الحكام، ولما اتعمل الفار يقول لك علشان الفار والأهلي. طيب، جابوا خبير حكام أجانب البرتغالي بيريرا. مبدئيا عايز أقول لكم خبر مهم عنه، النهاردة انتشر في المواقع كتير ان اتحاد الكرة بصدد الاستغناء عنه. ما كل ما يجي واحد عدل مش عايزينه، زي حنمشيك يا كلاتنبرج، حنمشيك يا فيري، لازم يجيب واحد بيحبه. لا، ده ثبت انه الكلام ده مش صحيح، وانه الراجل بحسب تأكيدات اتحاد الكرة مستمر. بيريرا الحقيقة كان في اون تايم سبورتس سأل على واقعة ضربة جزاء الاهلي قدام المصري بتاعت حسين الشحات، لانه الاخوه في مصر لغايه النهارده شايفين ان هو الاهلي اتجامل. طب بيريرا نفسه شافها ازاي؟ نشوفه. الحالات اللي قدامنا على الشاشه دي تديني فيها رايك. يلا نبتدي مع بعض. من الناحية الفنية في هذه اللحظة، واحد مهاجم في موقف أوفسايد، وعندما وصلت الكرة إلى تلك النقطة قفز إلى الكرة وشارك فيها وحاول تسديد الكرة، إذا تداخل في اللعبة. الأمر، هذا الموقف ليس سهلا، ولكن المساعد الحكم خد قرار سليم جدا. ضربة الجزاء بنلس. اللاعب فقد الكرة وفقد مكانه وجذب أو جذب قميص المهاجم، وقع المهاجم. الدفع أو الجذب داخل منطقة الجزاء ضربة جزاء، وهذه حالة سهلة جدا وقرار سهل. أنا بس بستغرب أستاذ إبراهيم، الناس يقول لك إيه، هو تدخل بس ما لعبهاش. ده الأهلي الأهلي في جولين اتشاطوا ولعيبه واقف بره المنطقة، قال لك خد انتباه الحارس، فما بالك باللي نط مع الحارس. مش ضروري انك تلعبها، لكن انت لو شاركت او حاولت المشاركه بطريقه مع الحارس خلاص هي اوفسايد. ايه المقاوحه دي؟ طب ده كان راي مهم، لانه الراجل ما كانش اعلن رايه في الوقائع ديت اثناء الموسم. لكن طب انت هتستمر خواجه ناوي تعمل ايه؟ ازاي هتطور التحكيم؟ هو قال لهم انا اتفرجت، واتفرجت بما يكفي، وادركت ان المشكله كلها في التعيينات، فعشان كده انا خلاص عرفت كل الناس وعرفت التفاصيل، والموسم الجديد انا اللي هعين كل الحكام، ومش هسمح لحد يعين حد، واقسم الحكام لثلاث مستويات. نشوف مبدئيا تفاصيل خطته لتطوير التحكيم. بيريرا قال فيها ايه؟ انت تتحدث عن التحديث بالنسبة للموسم المقبل، سيكون في هناك أربعة حكام في الفئة الأولى بعمر 44 عام، سيكون هناك حكام بعمر 43 و 42، بمعنى في نهاية الموسم المقبل بالإضافة إلى الحكام الذين سيهبطون للدرجة الأدنى سيكون هناك ثلاثة أو أربعة يرقوا، وبالإضافة إلى أربعة آخرين سيحلون محل الحكام الذين بلغوا سن التقاعد. إذن بنهاية موسم 23-24 سيكون لدينا حركة تجديد كبيرة، سيكون هناك أكثر من 8 حكام جدد في الفئة الأولى. إذن نحن نعمل ليس للآن، ولكن نحن نعمل على المدى المتوسط. سيكون هناك ندوة عن كرة الصالة، ثم سيكون هناك دورة أو ندوة. سيكون هناك حوالي 34 أو 35 سنة، متوسط أعمارهم 32 سنة، بالإضافة إلى أربع حكام
واحد بعمر 43 وواحد مع ب 42 سنة وواحد ب 41 سنة سيكونوا كمراقبين ولكن يعملون مع المجموعة وكل المجموعة سيؤدون اختبار اللياقة اختبار مكتوب اختبار التسلل اختبار قانون الكرة واختبار لغة إنجليزية إذا كان هناك حكام يريدون أن يصلوا إلى القمة ولا يعرفون قانون اللعبة أو وما هو تأويل أو دلالات اللعبات من الوجهة النظرية أو أنهم ليسوا على لياقة بدنية جيدة ولا يتحدثون اللغة الإنجليزية في الحد الأدنى فإنهم لن غير مؤهلين أن يكونوا في المجموعة التي سترشح للاتحاد الدولي. إذن هذه قوانين أو قواعد واضحة، كل حكم سيتم اختبار وتقييمه بنفس الأسلوب وسيكون الأمر واضح جدا، وفي النهاية كل هذه العناصر كل عناصر التقييم ستكون جزء من التصنيف النهائي. يعني فكرته في أنه هيشد حكام في سن معقولة، هيدي فرص أكتر، هيدي لهم الماتشات الأهم. أدي ملخص اللي قال. أهم ما قال، قال دلوقتي عارف تفاصيل كتير عن الحكام والتحكيم المصري، فانا اللي هعين السنه الجايه، هبتدي اقيمه انا بقى من السنه الجايه، اللي فات ده ماليش دعوه. يا ريت لتطوير منظومه التحكيم الراجل ده يتساب يشتغل. هو السنه اللي فاتت استحملناه ودفعنا له الفلوس عشان يتفرج ويقيم ويتعلم ويتعرف على الاجواء الكامله، لما يعرفها ولما يبدا يشتغل يا ريت يتساب، لانه معلوماتي انه في خفافيش كتيره بتشتغل ضد الراجل، وده مش لصالح لا اللعبة ولا التحكيم. طب مين أفضل حكمين في مصر في وجهة نظر رئيس لجنة الحكام؟ نشوف إبراهيم نور الدين رأيك فيه. لا أحب أن أذكر أسماء على وجه الخصوص أو التحديد، ولكن ما أستطيع قوله هو أن لدينا حكام جيدين جدا، وحتى لو أن حتى لو أن هناك أفضل حكم حاليا في مصر وهو البنا أفضل حكم. برأيي وحتى الآن هو رقم واحد. البنا حكم رائع الحقيقة. حتى البنا نفسه لديه مساحة للتطور. الآن هو 41 عام. مين تاني عجبك غير البنا؟ we have now Amin Omar. أمين عمر. Very important. واحد من حاليا هو موجود في احد مشروعات الاتحاد الافريقي الهامه، سنقول انه مشروع يظهر هؤلاء الحكام لكؤوس العالم المقبله. ولكن انا اريد اكثر، عندما وصلت على سبيل المثال ادركت ان الحكام في بطولات الاتحاد الافريقي كانوا يعينون مع مساعدين حكم واجانب، واحد من المغرب واحد من الجزائر او دول اخرى. رفضت ذلك، قلت انني لابد ان الطاقم يكون مصري بالكامل اضافه الى الفار وكلهم مصريين. هذا هو هدفي، أن أحسن في كل منطقة. يعني خلاص هو شاور على حكام، ما فيش خلاف كبير، زعم عم محمد عادل مش عارف إيه بتاع، إنما إحنا كمان يعني متعلقين بحكام ممكن يبقوا كويسين جدا جدا. يعني أمين اسمه ده اقول لك انا، استغفر الله العظيم، مش امين عمر، ابراهيم نور الدين عنده مقامات حكم جيد، لكن دماغه عايزه تساعده شويه. دماغه عايزه تساعده شويه.
يركز في الملعب فقط، ملوش دعوه وما ينشغلش بحاجات تانية. بيريرا قال كمان في الحوار ده انه مش هيكون في اي حكام اجانب لاداره اي مباريات في مصر، وقال انا المسؤول، مباريات الاهلي والزمالك المباريات المهمه في مصر هيديرها حكام من مصر مش حكام اجانب ابدا، وده اللي هو التحدي المهم اللي عايز يحافظ عليه. بمناسبه